سقط وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي في شراكة حساب مزيفة لزعيم مرتزقة البوليزاريو على موقع تويتر بعد أن بعث له حساب مزيفة لزعيم المرتزقة رسالة تحية ودعم لعمله على رأس الوزارة ليرد على الوزير بالتحية ذاتها. انزلاق وزير خارجية تونس جر عليه سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي التونسية التي تداولت مضمون المحادثة مما اضطره إلى حذفها، حيث اعتبر مغردون أن الوزير عثمان جراندي عوض أن يتحقق من الحساب للرد على زعيم المرتزقة انساق وراء رسالة من حساب مزيف، مؤكدين أن الأعراف الدبلوماسية تقتضي عدم التواصل مع الكيانات الوهمية، بالإضافة إلى أن الجمهورية التونسية لا تعترف رسميا بالجبهة. وكتب مغرد تعليقا على الواقع قائلا: حساب ساخر ينتحل شخص زعيم حركة البوليزاريو الإرهابية إبراهيم غالي رد على وزير الخارجية التونسي ظنا منه أنه رئيس جمهورية الوهم، لكنه تفطن متأخرا وقام بحظر الحساب. وكتب آخر قائلا: سقطة كبيرة من الدبلوماسية الذي لا تعترف بلاده بصعاليك أصنادلية. من جهة أخرى، اعتبر عدد من النشطاء التونسيين أن رد الوزير على رسالة الحساب المزيف كشف حقيقة بعض المسؤولين التونسيين الذين يهرولون للتواصل مع الكيان الوهمي بدون مناسبة، تزلفا لحاضنته النظام العسكري الجزائري. وكتب معلق تونسي قائلا: مع الأسف فقط المغرب السنة الماضية بنى لهم مستشفى بكل الأجهزة لمواجهة جائحة كورونا، والمسمى أسعيد لم يشكر الملك محمد السادس من ذلك اليوم تأكد لي حقده على المغرب.